لا تزال حوادث السير المتكررة العنوان الأبرز لطريق عبد الله أبو نجم، الطريق الرابط بين المحافظات الجنوبية ومحافظة النجف الأشرف، وكأن مشهد الحوادث بات شبه يومي بسبب التكسرات والمطبات التي تغطي الطريق. الطريق مو معبد بصورة صحيحة، وثاني شيء يعني جاي نعاني عاني بصورة دائما نعاني من هالمشكلات هاي، لين تصليح ماكو وماكو إدامة لا البلدية ولا الطرق ولا أي مسؤول بالمحافظة متابع شغلة الطريق هذا، وهذا الطريق اكو ساي ثاني لحد الان ما انجز، ما نعرف شنو الاسباب. هذا طريق استراتيجي يربط النجف، يربط المملحه، يربط السلمان، يربط اثنين معامل من السميت، يعني طريق يعني تنوع على مزدحم، هو سائد واحد وكل يوم يموتون ثلاثة أربعة بهذا الطريق. إعادة تأهيل الطريق لم تكتمل بسبب الأزمة المالية وجائحة كورونا، لتبقى التكسرات على حالها ويستمر هذا الطريق بحصد الأرواح من دون توقف ما لم تسارع الجهات الحكومية ومديرية الطرق والجسور لوضع المعالجات المناسبة في وقت قريب. العمل توقف أكثر من مرة لأسباب كثيرة خارج إرادة الوزارة وكذلك خارج إرادة الشركة المنفذة. بسبب الأزمة المالية اللي مر بها البلد 2014 توقف ضمن قرار 374 لسنة 2015، وكذلك حاليا بسبب كورونا والأسباب اللي أدت إلى توقف كل المشاريع ومن ضمنها هذا الممر، حاليا العمل يجري بشكل بطيء حقيقة لأنه لعدم توفر السيولة المالية. سوء الخدمات وتراجعها في محافظة المثنى بات واضحا خلال السنوات الماضية، إذ يهدد وبشكل حقيقي حياة المواطنين بشكل يومي. من المثنى محمود قاسم، الفرات.